دعا رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال رعايته في مدينة الحسين للشباب الخميس، الاحتفال الذي أقامته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد باليوم الدولي لمكافحة الفساد، أن تبدأ واعتبارا من بداية العام المقبل بتفعيل كافة النصوص القانونية المتعلقة بترسيخ قيم ومعايير النزاهة الوطنية كما وردت في قانونها الجديد وضمان امتثال الإدارة العامة لهذه القيم والمعايير كافة. الذي حملها المسؤولية القانونية في تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان التزامها بكافة معايير النزاهة الوطنية. وقد أظهرت الورقة الملكية النقاشية السادسة حول سيادة القانون والدولة المدنية قوة وجدية الإدارة السياسية الأردنية في بناء نظام مساءلة سياسي قانوني يلزم كل مؤسسة عامة وكل مسؤول عام بتحمل مسؤولية سياساتهم وقراراتهم وإجراءاتهم مما يقود إلى حالة يسود فيها القانون وتطبق فيها معايير النزاهة الوطنية في مؤسسات القطاع العام، مشكلة بذلك أرضية سياسية مجتمعية فاعلة لمكافحة الفساد. ولعل القيم والمعايير التي طرحتها الورقة الملكية في سيادة القانون وإرساء نظام المساءلة والمحاسبة ومحاربة الواسطة والمحسوبية تشكل التعبير الأوضح عن هذه الإرادة، وقد انعكس ذلك ببرنامج وطني طموح طورته الحكومة بحيث يشكل امتداداً للسياسات السابقة ويستلهم علاقات العمل التعاوني المشترك مع السلطتين التشريعية والقضائية لتحقيق هذه الأغراض. ولهذا فقد كان أحد أهم المرتكزات السياسية التي تضمنها خطاب الثقة إلى مجلس الأمة قبل أيام هو نية الحكومة في تطوير الإدارة العامة كأساس لمبدأ سيادة القانون وترسيخ منظومة النزاهة الوطنية كأساس لأعمال مكافحة الفساد. وإنني إذ أقدر للهيئة جهودها المتواصلة خلال الأشهر الستة الماضية في تطوير استراتيجية معاصرة للنزاهة ومكافحة الفساد، وإذ أعرب عن قناعتي بقدرة هذه الهيئة ومجلسها الجديد وبقانونها وتنظيمها الجديدين على تحقيق الأهداف الوطنية والبرامج والمشاريع الطموحة التي انتهجتها للسنوات الثماني القادمة حتى العام 2025، فإنني أطلب إليها واعتباراً من بداية العام 2017 أن تبدأ بتفعيل كافة النصوص القانونية المتعلقة بترسيخ قيم ومعايير النزاهة الوطنية كما وردت في قانونها الجديد وضمان امتثال الإدارة العامة لهذه القيم والمعايير كافة. رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف قال إن الأردن يقف إلى جانب 180 عاصمة حول العالم من الدول الأعضاء في اتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، مضيفا أننا نجدد رفضنا القاطع للفساد ونعلن عزمنا على محاربته بالتصدي له. فإن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تتهيأ الآن لدخول مرحلة جديدة من مراحل نموها وتطورها كمؤسسة وطنية تعنى بمكافحة الفساد وسلامة المال العام، وهي مرحلة تؤسس لإضافات نوعية في ممارسة الهيئة لأدوارها الوطنية ووظائفها المهنية عبر السنوات القادمة. فقد شهدت التجربة الأردنية في مكافحة الفساد لهذا العام تطوراً نوعياً في اتجاهات أربع: الأول في القانون الجديد، الثاني في الدمج وإعادة الهيكلة، الثالث في مفهوم النزاهة الوطنية، والرابع في تخطيط الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2017-2025. فيما يتعلق بالقانون، فقد أحدث قانون الهيئة نقلة نوعية في الوظائف والمسؤوليات الأساسية للهيئة ونقلها إلى مستويات جديدة في مكافحة الفساد. وبموجب هذا القانون فقد أسند للهيئة مسؤولية دمج ديوان المظالم بهيئة مكافحة الفساد في مؤسسة جديدة هي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد،
التي أصبحت الخلف القانوني لكلا المؤسستين السابقتين. ومنذ ذلك التاريخ فقد تولت الهيئة مسؤولية حماية حقوق المواطن من الأضرار المادية أو المعنوية التي يمكن أن تحدثها سياسات الإدارة العامة أو قراراتها أو إجراءاتها. وتتمحور الاستراتيجية الوطنية حول عدد من البرامج تتضمن سيادة القانون ومحاربة الواسطة والمحسوبية والحاكمية الرشيدة وتعزيز القيم والقواعد السلوكية على المستويين الفردي والمؤسسي والشفافية وإتاحة المعلومات. حازم السردي، الحقيقة الدولية.